تأمل الأعداد ثلث 7 وناقص 15، إلى أي من مجموعات الأعداد أدناه تنتمي هذه الأعداد؟ ودعونا نستعرض كل من هذه المجموعات، ولنبدأ بمجموعة الأعداد الطبيعية، وستجدون أنها تستخدم في سياقات مختلفة، ولكن في هذا الفيديو تعتبر على أنها أعداد معدودة، أي أنها لا تساوي 0، وهي 1، 2، 3، 4 وهكذا. الأعداد الكاملة هي عبارة عن أعداد طبيعية بالإضافة إلى الصفر، إذن هي 0, 1, 2, 3, 4 إلى آخره. والأعداد الصحيحة عبارة عن الأعداد الكاملة بالإضافة إلى معكوس الأعداد الطبيعية، أي أنها الأعداد الكاملة بالإضافة إلى الأعداد السالبة، مثل -4, -3, -2, -1، ما 0, 1, 2, 3, 4 وهكذا. أما الأعداد النسبية فهي عبارة عن الأعداد التي يعبر عنها بأنها النسبة بين عددين صحيحين، إذن الأعداد النسبية هي أعداد صحيحة، مثلا M و N، حيث أن M و N عددان صحيحان، إذن N لا يمكن أن تكون 0، حيث أن أي عدد يقسم على 0 هو عدد غير معرف، لكن M ممكن أن تكون 0. في الحقيقة 0 هو رقم نسبي، لأنه يمكن تمثيله على أنه 0 على 1 أو 0 على 2 أو 0 على 3، أظن أنك استوعبت الفكرة، أو حتى 0 على -537، فكلها في النهاية ستمثل 0، فهنا البسط يساوي 0 والمقام أي عدد كان فيساوي 0، وتذكر أن قيمة المقام لا يجوز أن تساوي 0. الأعداد غير النسبية هي الأعداد التي لا يمكننا أن نعبر عنها بهذه الطريقة، ومثال على ذلك الأعداد التي ترى فيها الأرقام غير متكررة ولا منتهية، فهي سلسلة من الأرقام التي لها قيم غير نسبية، مثل جذر 2 أو باي مثلا، ويمكن أن تسمع عن العدد الغير النسبي E. أما الأعداد الحقيقية هي حقيقة كل هذه المجموعات مجتمعة معا، إذن هي كل المجموعات مجتمعة معا، فإذا أردنا دمج الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية فسنحصل على مجموعة الأعداد الحقيقية، فكل عدد حقيقي هو في الواقع إما نسبي أو غير نسبي. إذن دعونا نصنف الأعداد التي لدينا. لدينا ثلث، وسنفحص لأي مجموعات ينتمي. هو ليس عدد طبيعي، أليس كذلك؟ لأنه غير معدود، فهنا إنه ليس عدد كامل أيضا ولا عدد صحيح، فهو إذن غير طبيعي أو غير كامل، لكن هل هو نسبي؟ بكل تأكيد، لأنه يكتب على شكل 1 على 3، وكلا 1 و3 هما عددان صحيحان، إذن ثلث هو عدد نسبي. وهل هو غير نسبي؟ لا، بالطبع لا، فإذا كان نسبيا لا يمكن أن يكون غير نسبي. هل هو عدد حقيقي؟ نعم، هو نسبي وحقيقي. لنجرب 7 الآن. لدينا 7، هل هو عدد طبيعي وعدد كامل؟ حسنا، 7 هو عدد طبيعي وهو أيضا عدد كامل لأنه موجب، وأيضا نرى أن أي عدد طبيعي وكامل يعتبر عدد صحيح، إذن هو عدد صحيح أيضا. وهل هو عدد طبيعي وكامل وصحيح وهل هو نسبي؟ فيمكن أن نكتب 7 على صورة 7 على 1، إذن 7 على 1، إذن يمكن كتابة أي عدد صحيح على 1، إذن 7 هو أيضا عدد نسبي، وبالتالي وهو لا يمكن أن يكون عدد غير نسبي، إذن هو نسبي وبالتالي غير نسبي، وهو أيضا سيكون حقيقي، إذن هو طبيعي كامل صحيح نسبي وحقيقي. وفي الحقيقة إذا كنت تهتم للرياضيات، وربما لاحقا في المستقبل ستجد أن هناك بعض الأعداد التي لا تنتمي لأي من هذه المجموعات، إذن هي قليلا معقدة ومختلفة. على أي حال، لنعد للمسألة. لدينا الآن -15، إنه ليس طبيعي لأنه عدد سالب، فالأعداد الطبيعية هي الأعداد الصحيحة الموجبة فقط.
هل هو عدد كامل؟ لا، لأنه أقل من صفر، إذن هو ليس عدد كامل. إنه عدد صحيح فهو معكوس زائد 15 أو موجب 15، إذن هو عدد صحيح، وهو عدد نسبي لأنه يمكن أن يكتب على شكل 15 على ناقص 1، ولأنه نسبي فلا يمكن أن يكون غير نسبي، وهو حقيقي أيضا، إذن هو صحيح نسبي وحقيقي، وهكذا انتهينا.